لما تلصق بجماهير الأهلي أبشع اتهام. الألمان لو قلت لأي واحد ألماني دلوقتي أنت نازي أو اتهمته بالنازية، يا دي المصيبة. سوبل كان هيمشي لما حد قال قدامه عن نازية. إلى هذه الدرجة هم بيكرهوا فكرة النازية. لما يطلع حد، وأنا هنا بقصد الأستاذ إبراهيم عيسى، يصف جمهور الأهلي في استخدامه لهذا الشعار اللي هو الأهلي فوق الجميع، اللي غلبنا من كثرة الشرح والتوضيح والاستعانة بكل الناس والصور التاريخية، وأنا ظني ويقيني إنه إبراهيم عيسى فاهم إنه ده شعار انتخابي، وفاهم جدا إنه حضر، إنه ده بيستعمل في الانتخابات، وفاهم جدا إن الأهلي فوق جميع أبنائه ومصلحته واعتباره فوق مصالح أبنائه وكل أبنائه. لكن لما يستخدم ده في هذا التوقيت وينعته بالنازية ويربط بينه وبين النازية، ملياش دعوة برضو بفكرة المغالطة التاريخية إنه أصلا ألمانيا فوق الجميع شعار رفع في ألمانيا قبل ميلاد هتلر نفسه ب 200 سنة، ولا جد هتلر نفسه. فمش ده الموضوع، في حاجة اسمها نازية، مش ده الموضوع. الموضوع زي ما رد الإعلام الكبير الأستاذ سيد علي في قناة الحدث على هذا الاتهام الخطير من إبراهيم عيسى. لم أكن أتوقع أن يصدر من إبراهيم عيسى، بدأ يتكلم، كان معاه الحقيقة رئيس نادي الزمالك، وقال التصريحات الحقيقة يعني لم يمس الأهلي فقط، ولكن مس كل شيء في الأهلي، حتى بما فيها جماهير الأهلي، وإن جماهير الأهلي مش واعية، وإن الأهلي بيستخدم عبارة نازية، الأهلي فوق الجميع. هذا الكلام اللي اتقال هو كلام فتنة، خاصة عندما تتكلم عن جماهير بالملايين جماهير الأهلي. دي واحد. نمرة اتنين، إن الحقيقة الزميل إبراهيم عيسى قال كلام خطأ. الأهلي فوق الجميع لا هو عارف هي اتقالت إمتى، اتقالت أيام الانتخابات صالح سليم، وكان في ناس مسمين نفسهم الصلحوية وطلعوا قالوا، فصالح سليم قال لهم محدش يستخدم شعارات غير الأهلي، الأهلي فوق صالح سليم وفوق كل الناس، الأهلي فوق الجميع. دي واحد. اتنين، أولا الأهلي فوق، يعني مسألة فوق الجميع دي يعني اللي هو إيه، النازي وألمانيا فوق الجميع. الحقيقة دي أصلا أغنية كتبها الموسيقار جوزيف هايدن سنة 1796، وعزفت أول مرة بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الروماني فرانسيس الثاني سنة 1797، يعني قبل ما يتولد جد 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 هتلر. الحقيقة إبراهيم عيسى أخطأ إنه لا يتكلم عن جمهور ثم يتكلم الأهلي نازي. يا أستاذ إبراهيم أنت لا تستطيع أنت تقول ده في أي حتة تانية، ده أنت عارف إسرائيل لو أنت عارف قلت عليها ممكن تعمل في حضرتك إيه. طيب احنا ليه يعني من هذا السرد الموضوعي والتاريخي، ها هو شاور على خطورة الاستخدامات اللي من النوع ده علشان تعدي كده في النص ويتبني عليها، لانه زي ما قلنا لكم اللي قال هذا الكلام فاهم كويس هو بيعمل ايه، هي مش غلطة. ولكن استاذ ابراهيم دعني اذكرك بشيء، لان في ناس هيقول لك هو ما قالهاش بشكل مباشر، ها لكن هو قال ده شعار نازي ومش عارف ايه، كلام جميل قوي قوي. لو انت قلتها كلمة النازي قدام اي واحد الماني او حتى في اوروبا الدنيا تقوم ما تقعدش، لان ده مرتبط في اسقاط على حرب وجرائم حرب وابشع ما شاهدت البشرية. في اسقاط يعني. انا مره هحكي لك وانت عارفها الحكايه دي. مستر سوبل كان موجود، وكان وقتها انتخابات استفتاء معمول عشان انتخاب رئيس الجمهوريه. طبعا كان ماشي باسلوب ان رئيس حسني مبارك يستفتى عليه. فهو انا كنت في المعسكر، كانوا في فندق من الفنادق اللي هم بينزلوا فيها في المعسكر، فانا كنت عند ثابت البطل، ودخل هو وبص من البلكونه لقى شويه يفط وبتاع، قالها بطريقه ما عجبتنيش. تهكم على الانتخابات. قال ايه بقى؟ يعني هو فين ايه الدعايه؟ فين الانتخابات؟ فلان ضد فلان اللي هو نفس الشخص يعني. ايه لازمته؟
فقلت له والله انا بقى يعني انا عارف ان انا هوجعه بقى، ها لانك انت ما تجيش تعمل علينا الشويه بتوعك انت كمان. فقلت له بص يا مستر سوبل، الحقيقه هو اسلوب من اساليب الدعايه والاعلان اللي العالم كله ادرك اهميته هذا الاسلوب، لانه بيغير مفاهيمه بيغير صور حقيقيه، واستاذنا في هذا المنهج جوبلز. أوبا. انا قلت جوبلز جرحته، كان عايز ياخدني وينط بيا من الشباك. ايه دونت منشن جوبلز واي يو سيد ذس. قلت له لا انا قلت ايه، بيقول احنا بنتعلم من اساتذتنا الالمان هذا الاسلوب في الدعايه والاعلان. اتضايق جدا. ليه؟ لان الكلمه دي فيها اسقاط طبعا، هي ما اتقالتش بشكل مباشر طبعا، ولا انت تهاجمه بشكل مباشر، لكن بمجرد ما بتفكره هو فيها اسقاط. طيب الاستاذ ابراهيم اللي هيجي يقول لك دي حريه راي، وهو ما وجهش هذا الكلام، ايضا كلمه حريه راي حق يراد به باطل، لان الراي الغير مغلف بضوابط والغير مغلف بمسؤوليه هنيجي، والغير مغلف بسقف هو نوع هنيجي من الفوضى، هنيجي الحدود حريه التعبير والتطاول. لكن هو ابراهيم عيسى قال لي كده، يعني الاستاذ سيد علي حاول يصحح الخطا التاريخي وينزعج من هذا الربط انت داخل في لماذا بقى المسيء. لكن ليه الاستاذ حامد عز الدين على الهاتف مع الاستاذ سيد علي حاول يجاوب على كده؟ الاستاذ ابراهيم عيسى الحقيقه انه من هؤلاء الذين يعشقون اثاره الجدل، ويبدو ان الضجيج حوله قد خفت كثيرا كثيرا، فبحث عن اسهل طريقه لتحقيق الجدل، وهو ان تضع اسم النادي الاهلي في جمله مفيده، فاذا به يرتكب نوعا من الخطايا الصعبة التي تحتاج إلى اعتذار شديد فورا. أن تصف النادي الأهلي بالنازية، فهذه الحقيقة صفة لا يمكن أبدا أن تكون ناتجة عن استخدام شعار أهلاوي اسمه الأهلي فوق الجميع. والحقيقة أن تفاصيل هذا الشعار هي أن الأهلي فوق جميع أبنائه، فوق جميع مشجعيه، فوق جميع لاعبيه، فوق جميع أعضائه، لكن مصر فوق الجميع رغما عن أنف أي أحد. الأهلي عظيم يا أستاذ سيد لأنه من مصر، الأهلي تاريخ لأنه من مصر التي جاءت ثم جاء التاريخ، الأهلي لديه كبرياء من كبرياء مصر، وبناء عليه فإن البحث عن وسيلة أو أخرى فقط لمحاولة يعني الضرب في النادي الأهلي هي محكوم عليها مسبقا بالفشل، وأتمنى بالفعل، لأنه الموضوع خطير، هذا الوصف خطير. أنت لو قلت لألماني إنك نازي فهو يعني قد يكون رد فعله عليك أكثر عنفا مما تتخيل. نأتي للموضوع الآخر، هو لماذا هذه الفترة تحديدا يدخل الأستاذ إبراهيم عيسى في هذه المعركة، وهو الذي يوجد له عشرات من الفيديوهات على اليوتيوب يتحدث بحب وبعشق عن النادي الأهلي، إلى درجة أنه قال إن ابنه هو الوحيد من بين الأسرة الذي رضي الله عنه عندما جعله يشجع الأهلي ويبتعد عن تشجيع الزمالك. الأستاذ حامد عز الدين طبعا حاول يجد سبب، هو قال كده ليه؟ قال كده خفت الضجيج ومن حوله. ما هو أنا رأيي أنه قد أحسن الظن. لا مش بس يعمل، هو جزء مش يعمل، هو طبعا بيحب يعمل يعني لفت انتباه لا، او هو كلامه كله من النوع اللي بيثير هذا النوع من الجدل، لكن هو فاهم بيعمل ايه. هو بيحذفها استاذ ابراهيم لانها فيها اسقاط، هي هتعيش. شوف اتخذت، ابتدى ناس كتير جدا
بعضهم هيفضل يستخدمها لما ياخدها بره سياقها واعتمادا على الذاكره، ولذلك مش هنفوت والله باذن الله لا احنا ولا غيرنا، كل من ينتمي لهذا النادي مش هيفوت هذا الاسلوب الخبيث في التعامل مع النادي الاهلي. انا اتحدث عن اسلوب، هذا الاسلوب اصبح منهجا، انك كل شويه تشوف حاجه من اللي بيعتز بيها النادي الاهلي وينفرد بيها ويتميز بيها وتلطش، وهتجد بعد كده ازاي هتتوظف بره وتجيلك من حته تانية، لان الانتشار يا جماعه احنا يعني اللي بيقول لك الاعلام والاعلام الاحمر شاوروا لي عليه بره هذه القناه. صحيح. برنامج او اتنين بالكتير، وما حلقه او اتنين مش على طول، وما هواش واخد الخط الصارم في الدفاع عن النادي الاهلي. لكن كل برامج الاذاعه كلها بلا استثناء تقريبا 95% منها اكتر من كده او اكتر من كده. لا ده مش كده ولا بعدين. طيب، هي الفكره انزعاج كل من لا يحب الاهلي، انزعاجه من شعار الاهلي فوق الجميع، مش بس عشان الاهلي بيتعالى او هكذا يفسر، لا ده اللي قاله الاستاذ انس الفقي او الوزير انس الفقي، لان ما تفوتوش الجمله اللي قالها، انه هذا الشعار بهذا المفهوم بهذه الروح بهذا المنهج واصل للناس سر كلها. قوه النادي الاهلي وواصل للناس كلها. سر قوه النادي الاهلي في ايه؟ الناس عايزه النادي الاهلي لما يحصل خلاف ياكلوا في بعض. ايوه، يفرجوا الناس عليهم. مجلس الاداره سين يختلف مع صاد، يملوا الدنيا ويكسروا الدنيا ويتحل المجلس. طب ما بيحصل، ويقول لك ايه؟ ليه الاهلي ما بيتحلوش مجلس؟ الاهلي ما بيتحلوش مجلس عشان الاهلي فوق الجميع. وانس ما يحصل خلاف ستوب، الاهلي فوق الجميع. مصلحتك مصلحتي، انت رئيس انا نائب، ده عضو ده مش عارف مدرب ده مدير ده ايه. اقول لك في النهايه في سقف هيحكمنا. عشان كده اقول لك حاجه قويه جدا بعد ما تقول دي، فكرنا اقولها لك. لا، مجلس اداره بيتحل ولا خلافات ولا الناس بتتفرج على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي بيفرج على الناس على نفسه. للجمله اللي قالها الوزير انس الفقي دي اللي واجع الناس، دي اللي بتحول دون انهم يتفرجوا على النادي الاهلي او خلافاته. لانه لما انس الفقي او الوزير انس الفقي يقول هذا الشعار الذي اصبح المبدا الحاكم لكل قيادات النادي، ان الاهلي فوق الجميع، والذي قصد به ان تظل مصلحه النادي ومكانته هي العنصر الحاكم لتجاوز اي خلافات او اختلافات في وجهات النظر. يعني مش هتلاقوا في ناس بتتخانق جوه النادي الاهلي. انا ما دام هذا المنهج موجود، فهي دي المشكله صدقوني. عايز ادي لك حاجه محدش خد باله منها بتدعم هذا الفكر تماما، كيف النادي الاهلي مهما كانت التضحيه فوق الجميع. 2014 وفي ظل سعي الوزير انذاك طاهر ابو زيد لحل مجلس الاداره قبل الحل خدني بس واحد قبل الحل ابتدى اقول لهم ايه النظام الاساسي، وانتم مش عايزين تعملوا النظام الاساسي، فالكابتن حسن فطونا الى هذا، وانتم فين بند الثمان سنين، وانتم فين مش عارف ايه، عايز يغير عشان المجلس يمشي معظمه يمشي او جزء كبير منه. فالكابتن حسن عمل جواب وقال له انا بستأذن في عقد جمعيه عموميه لاعتماد النظام الاساسي الجديد اللي هيمشي عليه النادي الاهلي، ونؤكد لكم ان احنا هندرج فيه الثمان سنوات. الله، بيجردوا من حجته. ايوه، قبل ما يلحق يجي ناحيه النادي الاهلي. وخد الموافقه من مديريه الشباب. المفاجاه الست اللي بعتت الموافقه اتجازت واتشالت من مكانها. لما عرف الوزير بهذا الكلام ازاي تدي لهم الموافقه من مديريه القاهره. ايوه. الكلام ده موثق، وانا كنت في حلقه مع الاستاذ ابراهيم فايق وسويلم. ايوه، وبعدين قال لي ايه الخلاف وقتها،
والكابتن حسن حمدي هو احد اسباب المشاكل لانه مرضي. قلت له طب اقول لك حاجه، هات لنا الاستاذ سويلم، محمد سويلم كان مدير الشباب والرياضه، كان مدير الشباب والرياضه على الهواء لو سمحت، وسيبني بس اساله ثلاث اربع اسئله، الاجابه هتجيلك، انا مش هقول لك. انا شهادتي ممكن تبقى مجروحه. جابوا على الهواء. فسالته يا محمد بيه، ألم يتقدم النادي الأهلي بطلب عقد جمعية عمومية لاعتماد النظام الأساسي وأدرج فيها إنه هيطبق نظام الثمان سنوات؟ قال لي أيوه حصل. قلت له طيب الجمعية أيوه، قال لي أيوه حصل قبل ما أسأله السؤال الثاني، وإحنا بعتنا الموافقة على فكرة. قلت له كلام جميل جدا، طب ليه ما تعملش هذا الكلام؟ قال لأن الوزير ما وافقش. قلت له وعاقب المسؤوله. فسكت كده وضحك قال ما انت عارف يا كابتن عادل. قلت له يعني مش كابتن حسن حمدي الذي سعى انه يهدر مبدا الثمان سنوات او يحط النادي الاهلي في مواجهه مع الوزاره. فسكت برضه، وابراهيم فايق اندهش جدا وقال يعني النادي الاهلي كان موافق وبتاع، طب هو حله ليه؟ قلت له لانه كان يريد ان يحل هذا المجلس. أيوه. فعملها بالطريقه بقى اللي ايه اللي كلها كلام انشا، فما اقنعش حد ولا انفاق في غير موضوعه. فقال انفاق في غير موضوعه وفرع مدينه نصر دون ان يتحقق، يعني ما جالوش مثلا حاجه بتقول ان الكلام ده حصل حتى. ولذلك لم يصمد هذا القرار الا عده ساعات. صحيح. وتدخل رئيس الوزراء. انا بحكي القصه دي ليه؟ لان الامور والله مرتبطه ببعضها.